أنا مي جاسر أبو خلف، مساهمتي اليوم في مناظرات دبي بالمقترح المتعلق بدور المرأة العربية في الثورات العربية الأخيرة. أنا بعتقد أنه دور المرأة في الثورات العربية دور مساهم رائع جداً، أثبتته هذا الشيء من خلال وجودها بالميدان مع شباب في كافة ميادين الثورات العربية الموجودة في الوطن العربي. دور المرأة برضو تطرق لأمور أخرى من ناحية وجودها في المستشفيات، المرأة العربية اللي كانت موجودة في البيت اللي كانت تشجع ابنها على النزول للثورة والنزول والوقوف ضد أي نوع من أنواع الاضطهاد اللي عم بيصير له في مجتمعاته. دور المرأة العربية برضو تمحور بهدول السيدات اللي كانوا بيلعبوا دور جيد بالتوعية للأنسات والصبايا ولكافة النساء في الوطن العربي بأهمية دورهم ووجودهم جنبا إلى جنب الرجل العربي بالوقوف ضد هذه الممارسات الظلم وممارسات الاضطهاد اللي كانت موجودة بالأنظمة العربية. بنشوف إن النموذج المصري، السيدات المصريات كانوا جنبا إلى جنب مع الشباب في الميدان وكانوا ليلاً ونهاراً. بنشوف برضو نموذج التونسي، سيدات في الجمل إلى جنب في الميدان. وبرضو زي ما قلنا مساهمة المرأة أولاً وأخيراً لم تكن فقط بوجودها بالميدان، ولكن مساهمتها كونها هي نصف المجتمع في كافة ميادين العمل هي مساهمة ولعبت دور في الثورات العربية.